وسواء بقيت القوات الأمريكية أو غادرت، فإن شيئاً لن يحدث لتبديل الواقع المعيشي في العراق. فإيران هي قوة الاحتلال الحقيقية الوحيدة المهيمنة على مفاصل الحياة المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، ولا خلاص للشعب العراقي من أسرها في المدى المنظور بقواه الذاتية وحدها. إيران بهيمنتها الكاملة على وزارة الداخلية والقوى الأمنية لابد أن تكون وحدها القادرة على تقرير نتائج الانتخابات المقبلة، مهما بذلت القوى الوطنية التحررية من جهود. ومعنى هذا أن وكلاءها العراقيين، والكثير منهم يحملون الجنسيات الإيرانية أيضاً، باقون على رأس الوليمة، بل سيتسلمون مقاعد الأغلبية في البرلمان المقبل، وسيكون الاحتلال الأجنبي الإيراني وجوداً شرعياً بمباركة الممثلين المفترضين لإرادة الشعب العراقي. ويتفق العراقيون والعرب والأجانب على أن سبيل الخلاص الأوحد الباقي لتحرير العراق وسوريا لن يتحقق إلا بواحد من احتمالين: إما أن يستبدل النظام الإيراني طبيعته العدوانية، وإما أن يتحقق حلم الجماهير الإيرانية الديمقراطية وتهب الانتفاضة الشعبية القادمة لتطيح بالنظام.